في فيديو انا بعته لكم عندكم، النائب محمد المنعم وكيل مجلس النواب كان حاضر ايضا ومشارك ايضا حاضر في اجتماعات واشنطن، وطبعا وكيل مجلس النواب المصري كان قاعد ايضا خلال جلسات وخلال لقاء وخلال ايضا كلمة الرئيس الامريكي ايضا بجانب رئيس الكاميرون، وطبعا بحضور طبعا قادة الدول الافريقية وايضا بجانب الرئيس الكاميرون النائب محمد ابو الهني وكيل مجلس النواب في حضور هذه الجلسة اثناء ايضا، وكان هناك كلمة للرئيس الامريكي جو بايدن في بحضور النائب محمد ابو الهني وكيل مجلس النواب النهارده.